بعض الأسئلة السريعة كده، ما مدى حاجتنا إلى المربي في هذه الأيام، وما شروط واجب توفرها فيه؟ المربي ليس هو الذي ينجب، فكم من أولاد لهم آباء ولكنهم أيتام. فاليتيم ليس من فقد أباه، ولكن اليتيم من فقد الذي يرعاه. فالرعاية هي أساس التربية، الرعاية هي أساس التربية. أنت تقول أنا بربي في بيتنا دواجن، بمناسبة في الوانزة الطيور، يعني أنا بربي في بيتنا إيه؟ بربي في بيتنا دواجن. يعني إيه بربي في بيتنا دواجن؟ أي بأكلها وشربها ورعاها، وبالليل لو سمعت مثلا صوت غير جيد كده عند الفراخ أطلع بسرعة السطح وأشوف إيه المسألة دي. لو تيجي فرخة كشة كده ولا بتاع أجنبها بعيد حفاظا على بقية الدواجن. إذا أجيد تغذيتها وتهويتها والنظر فيها ومتابعتها، إذا ده كله يسمى إيه؟ رعاية. واحد يقول لك أنا بربي عند فرس، يعني معنى تربية الفرس يعني إيه؟ يعني يأكله ويشربه ويشوف صحته ويشوف مثلا مزاجه، كل ده كله تربية. كذلك الإنسان يحتاج إلى من يربيه. هذه نباتات وطيور وحيوانات، تربيتها أي تربية بدنية. إحنا المسلم في حاجة إلى تربية بدنية وتربية عقلية وتربية قلبية، الحاجات دي. إذا نحن في حاجة إلى تربية بدنية وتربية عقلية وتربية إيه؟ وتربية إيه؟ قلبية. ثلاث حاجات دول. المشكلة إن الآباء في البيوت هذه الأيام يوفرون النوع الأول، والتربية الإيه؟ البدنية. أصبحت بيوتات المسلمين كالمعالف، يعني البيوت أصبحت كأنها إيه؟ معلف. الراجل همه كله إن هو يجيب الأكل والشرب للعيلة، وليس له من هم إلا ذلك. يشكر جزاه الله خيرا، يعني حقيقة في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الظروف الطاحنة، لو استطاع الرجل إن هو يقوم بالإنفاق على زوجته وأولاده وقضاء حاجاتهم دون سؤال ودون عجز، هذا رجل أسأل الله أن يجزله العطاء. ولكن نتيجة الحصاد المر، كما أنا أسميه دائما، إن أجيالنا دي أنا بسميها أجيال الحصاد المر، يعني إحنا نتيجة حوالي ما يقرب من 300 سنة بهدلة، 300 سنة بهدلة، يعني إحنا حصيلة 300 سنة بهدلة، 300 سنة ظلام وبدعة وابتعاد عن السنة ومجانفة لحقيقة الإسلام واتباع للأهواء والتقليد والتعصب والمذهبية. نحن هذا الحصاد المر، فإحنا لسه عاوزين نلتقط الأنفاس عشان نقدر إيه؟ نواصل المرحلة. وعشان نوصل مرحلة لن نستطيع أن نصنع شيئا، ولكن نحن عاوزين نمهد طريق للأجيال الصاعدة. إذا وظيفتنا نحن أيها الإخوة الكرام أننا نقوي أنفسنا لنمهد الطريق للأجيال الصاعدة. يعني إحنا دلوقتي بنمهد الطريق لمين؟ للأجيال الصاعدة. بدل ما يكون المرارة عندنا مثلا 90%، يبقى المرارة عندهم كام؟ 60-50%. يبقى خففنا المصاب عندهم شوية، وهم يجتهدوا اللي بعدهم، إلى أن يأتي جيل، هذا الجيل هو الذي يعيد الإسلام عافيته. ممكن الجيل الثاني الثالث الرابع، الله أعلم، الله أعلم. إذا المطلوب إن إحنا لابد أن نجتهد بالتربية، مش تربية بدنية. ما شاء الله الأجسام يعني حلو كما أرى، يعني الأجسام يعني مش وحشة ولا حاجة، يعني ما شاء الله، ولا رأيكم إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن نحن في حاجة إلى تربية عقلية وتربية قلبية. إن العقل ده يتسع والقلب ده ينفسح ليحب الدين ويصدق بالدين
ويحمل الدين وينطلق بالدين، ده القلب. طب العقل، يتسع العقل ليضع كل أمر في مكانه الصحيح، دي مسألة مهمة جدا، كل حاجة حط مكانها الصحيح. إذن فرائض الأوقات لابد أن تؤتى بطريقة صحيحة. افترضنا مثلا واحد طبيب، إذن مهنته ليه؟ الطب. إذن لا ينشغل بالزراعة، لا ينشغل بالصناعة، لا ينشغل بالتجارة، ولكن ينشغل بما يكسبه مهنته ويجعله متمكنا فيه. واحد صيدلي ما ينفعش يعمل مزرعة فراخ، أو واحد صيدلي ما ينفعش يتاجر مثلا في الملابس الجاهزة زي بيحصل مثلا، يقول لك محل الدكتور، ايه ده يا اولاد؟ يقول لك ده راجل صيدلي بس فاتح اي محل اقمشه وملابس جاهزه. لا ما ينفعش، هو صيدلي يبقى صيدلي، تاجر يبقى تاجر، طبيب يبقى طبيب، مدرس يبقى مدرس، سباك يبقى سباك، نجار يبقى نجار. فالمسلم اذا امتهن مهنه فليتقنها. دي مساله متعلقه بالديانه ومتعلقه بالضبط العقلي، الفهم، متعلقه بالفهم، ترتيب الاولويات، ترتيب الأولويات، المهم والأهم. هذه مسألة متعلقة بالضبط، بضبط الفهم. وسبق أن تكلمت أن من أصول المنهج السلفي في مسألة إيه؟ الفهم، وتكلمت في هذه المسألة بطريقة وافية. طيب من الذي يساعدنا في التربية العقلية والقلبية بل والبدنية أيضا؟ من الذي يساعد في ذلك؟ العالم. العالم، العالم اليسير منه يكفي، اليسير منه يكفي. فبعض العلماء كان يستفاد من سمتهم، من سمتهم فقط، يشوفوا بس كده يستفيدون منه. سبحان الله، سبحان الله. الأمر الثاني أن كثيرا من أهل العلم لا يعطون ما عندهم إلا بعد الجهد وبذل المشقة، ما يدلكش اللي عنده إلا بعد ما يطلع عينك الأول. لما يطلع عينك ويختبرك ويشعر بالصلابة والجلد ممكن يعطيك شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. فأنا أرى بأن هذا الوقت هو أوان اجتماع الناس على أهل الفضل منهم، والله تعالى أعلى وأعلم.